هما البنات. المهم زعما الحاجه اللي بغيت نشكرها لكم هما هاد الليلين ديال كلاريسا صراحه واعرين البنات، وما كتبقاوش تبردوا راه البنات اللي كيخدموا لو جيل غادي يعرفوه، راه كيدوروا تقريبا شي 20 درهم لوحده على كو ما يديهم على حساب الدرجه، وهادو صراحه تيعاونوك بزاف. المهم هذا كتضربيه هنا وكتهبطي لتحت بحال هكا ياك، هنا كنضرب ثاني للجنب ديما كنمشي مايله بحال هكا كنجي لهنا وكنديرو كاري، شتي هنا غادي نديرو كاري بغيتو ترجعوه بزاف راه كتدخلو مزيان في هاي على حسب الكليانه شنو بغات. هذا هو اللي كاين دابا في الطوندوس الشكل الاخر زعما اللي ولاو دابا اللي ولا زعما مطلوب دابا. ما عرفتش باين ولا لا ما كدير. هذا غنصبغ باول فيرني، غادي ندير هذا ياك، غنخليه ينشف شويه ونعاود نكمل معكم الطريقه. بالنسبه للبنات انا درت الكوش الاولى ديال هذاك اللون اللي قلت لكم، هذا اللي كيكون خفيف تقدروا ديروا اي لون بغيتوا نتوما على حساب شنو بغيتوا. المهم انا هذا اللي كيعجبني ها هو هذا باش خدمت، ها هو درت الكوش الاولى ودرت هذيك لا فورم بالغين، راه راح تطلع لكم في الفيديو الا كنتو زعما بغيتوا تعرفوا كيفاش الطريقه. المهم راه هنا كضربوا نص من هنا ونص من هنا وهنا كيكون كاري باش تجيكم على الشكل هذا. المهم اهم مرحله دابا البنات هي غتاخذوا هذه البونجه هذه اللي هضرت لكم عليها، رجعوا الفيديو اللي شرحت لكم عليها اش كتكون زعما غير غير بونجه عاديه. غادي ناخذها وغادي ناخذ اللون الابيض وناخذ اللون هذا الاول اللي درت، يعني اي لون درتو هنا في التحت هو اللي غتاخذوا هو الاول، هذا غناخذ هو الاول نفتح غادي نديرو فهاد البونجة هادي. شتو كيفاش؟ وغادي ناخد دابا هاد اللون الأبيض وغادي نلصقها معاه، غادي نديرو تحت من هنيت بالضبط هانتوما كيما كيبان لكم، وغادي نشد هذا وغادي نبدا نطبطب هنا هانا كيف
غير كضربوا بحال هكا. دابا ثاني مرحله اللي مهمه هي غناخذوا هذاك اللون الحليبي اللي قلت لكم فوق من هذا بالضبط. مازال ما نشفش لينا الفيرني، خاصكم تاخذوه وتحطوه فوق من هذا بحال كديروا الكولاج. سيبنس بريتيكم كتكون خفيفة. شتي كيفاش كيجي؟ نمسح الجنب، هذا ديسولفون، هذا غنمسح بيه هاد الجوانب. المهم البنات واحد القضية واحدة أخرى، بغيتو تخليوهم هكا كتخليوهم هكا، هي كبريوهم هكا، ما بغيتوش كديرو فوق منهم هاد ال هاد الفيرني هذا اللي كيرجع وهو باز كيرجع الفيرني مات. أنا نجرب دابا واحد قدامكم باش تشوفو كيفاش كيجي. شوفو دابا الطفل كيبري، شوفو باش غندير فوق منو هدا كي غيولي. هو معاه غنشوف غادي يولي شتي كيفاش ولا. شوفو هذا بريو وهذا كيرجع معاه، معرفتش بين لكم ولا باش كيرجع كيولي مات. هادي بريو، شتي الفرق؟ هذا كيجي بحال لو جي. المهم البنات انا في اغلب الاحيان فاش كنخدمهم ما كنخدمهم هكا، ولكن اغلبيه كيطلبوا لي فوق منهم هذا اللي تيكون فيه هاد البايت هادي. ها هو ما عرفتش كيفاش تصيرالي انا قراقي كاين في ايسونس، كاين في كيكو، كاين موجودين هادو. نخدم واحد قدامكم غندير فوق هذا اللي كان فيه داك المعرض، هذا كيجي زوين، هذا سيرتو للعرايس هكا كنخدمو. كيعطي واحد اللوك شكال عاوتاني، مع الرينغ لايت والفلاش ديال التليفون مبانش مزيان. هاهوما فهاد جوج هادو.